حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. القصيدة العربية تبقى مددا للأجيال التي تحرص كثيرا على تلقي الكلمة الصافية من معين نقي، من معين ينتمي إلى أصالة الأمة العربية الواحدة، هذه الأمة التي لا تقبل التغريب، تتشبث بجذورها وأصولها وتورث عاداتها وتقاليدها الحسنة لأبنائها بالقصائد وبمختلف ألوان الأدب. مثل هذه الموضوعات وهذه القضايا سنتوقف عندها كثيرا في هذه الحلقة من بيت القصيد، رفقة الشاعرة السورية الأستاذة رفاه المنجد، ضيفة هذا العدد من بيت القصيد. حيا الله أستاذة رفاه، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك أستاذ مصطفى، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، يعني هو الشكر موصول لقناة الرافدين وإدارتها على يعني اهتمامها بالشعر والشعراء وإتاحة مثل هذه الفرص للظهور يعني أمام الجمهور. وطبعا أنت تستحقين ولا شك في ذلك. أستاذة رفاه، إذا أردنا في البداية أن نذهب إلى الموضوعات مباشرة، هل القصيدة العربية الشعر العربي قادر فعلا على أن يوفر العادات الحسنة بلغة عالية ويقدمها للجمهور، يقدمها للجيل الناشئ؟ هل القصيدة قادرة على ذلك أم أنها قاصرة عن ذلك؟ لا طبعا القصيدة لا تقصر أبدا، على العكس الشعر هو يعني الشعر يعني قادر، طبعا القصيدة قادرة على أن توصل الأخلاق والعلم وكل ما تريد أن توصله للأجيال، تستطيع أن تعتمد على القصيدة والشعر، يعني هي رسالة طبعا، وعلى الشعراء أن يتحملوا هذه الرسالة ويؤدوها على أكمل وجه. لكن ربما قال قائل والشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ كيف لأولئك الذين يقولون ما لا يفعلون أن يؤسسوا لجيل يفعل ويقول ويطبق يعني ما يقوله؟ تتمة الآية إلا الذين آمنوا، يعني رب العالمين استثنى الذين آمنوا، والذين هم يعني في شعرهم مسددون ولديهم يعني فكر أو رسالة، نعم يعني يستفيد منها الجيل والناس عموما، يعني ليس مجرد شعر هائم كما في بداية الآية يعني يهمون وكذا، يعني الشعر له عدة أوجه قبل القصيدة أيضا وقبل أوجه الشعر التي أود أن أعرفها منك. أريد أن أسألك عن فكرة القصيدة الأنثى، وهذا المصطلح الذي أشيع كثيرا يعني في الألفية الثالثة، ومؤخرا يعني كثر يعني استيراد مثل هذه المصطلحات، ويعني استوردها أو جاءت على ألسنة الكثير من المشتغلين بالأدب والجمهور بشكل عام. هل فعلا هناك قصيدة أنثى وهناك قصيدة ذكورية، أم أن القصيدة هي القصيدة أيا من كان كاتبها وأيا كان جنسه؟ لا طبعا هناك فرق، يعني لابد هو في تناص في الموضوع وفي التقاء بين الشعر الذكوري والشعر الأنثوي في عدة يعني اتجاهات، ولكن يعني إذا دققنا قليلا سنجد أن الشعر الأنثوي مختلف طبعا عن الشعر الذكوري. يعني أنا لا أستطيع أن أقول ما تقوله أنت، يعني الموضوع موضوع يعني إمكانيات، المرأة لها يعني إمكانيات تختلف عن الرجل، وأداؤها في الشعر يختلف، يعني مثلا من الشعر القديم مثلا الشعراء دائما يعني يجمعون مثلا الحرب والسيف وكذا مع الغزل. نعم. ربما الشعراء الذكور يفعلون ذلك، أما الإناث فلا يفعلونه يعني. نعم. وكذلك يعني ظهر هذا المصطلح مؤخرا بسبب يعني أن الضوء قد سلط مؤخرا على الشاعرات، هذا الشيء لم يكن يعني في التاريخ القديم، لم نسمع يعني، هناك شاعرات أكيد مرت في التاريخ ولكن لم يذكرهن أحد، وقليل نادرا
حتى تجد ذكر الشاعر. هل المرأة مظلومة أو الشاعرة مظلومة باعتقادك في زماننا مثلا؟ لا في زماننا لا، بدأت تأخذ حقها وتنطلق ويعني تستطيع أن تثبت وجودها. وطبعا يعني من الأمثلة أستطيع أن أذكر لك يعني أبيات مثلا مقتضبة هكذا. تفضل. على الشعر الأنثوي مثلا. لا بأس تفضل. ماذا تقولين في هذه الأبيات؟ لك أن تمسك الورقة لا بأس. كنت أحفظها لكن لا بأس لا بأس، ستأتي وحدها في وقتها. دعينا نعم. نعود إلى أوجه الشعر، كنت نعم. تودين الحديث عن أوجه الشعر، جاءت الآن تفضلي لا بأس. يعني هذه الأبيات لا يستطيع أن يقولها رجل بالتأكيد. قبل أن تهرب الأبيات تفضلي بقولها. شاق للأجفان سحر الإثمدي وانثنت خجلة للثم المرودي. حاولي أن ترفعي صوتك قليلاً إن شاء الله. تفضل. شاق للأجفان سحر الإثمدي وانثنت خجلة للثم المرودي، راودته كف صب عاشق عن هواها ذي البراح الموصدي. يعني لم أعد أذكر الباقي لكنها يعني أبيات أنثوية. قبل يعني الحديث عن أوجه الشعر ونريد يعني الاستفاضة في هذا الموضوع، خذينا إلى الأبيات التي من خلال الورقة المتوفرة بين يديك بإمكانها ألا تتبدد وألا تتطاير كما تطايرت أبيات النساء. ربما كان هناك من الرجال من تمنى ألا تتم تلك الأبيات، ولكن نرجو للذائقة وللذاكرة أن تسيفك حتى تسترديها وتعيديها من جديد بعد قليل. تفضلي بقراءة ما بين يديك. أعرنا أبا الأشعار حرفا مرنما وشعرا إذا ألقى عصاه توسما. أعرنا من جديد. أعرنا أبا الأشعار حرفا مرنما وشعرا إذا ألقى عصاه توسما، فقد ألهب الروح المعنى تشوق وسيف القصيد اليوم بات مسلما. فإن كنت في سكب الندى متكلفا جنيت سرابا واستبد بك الظما. جميل. وما الشعر إلا نسغ سهم وقوسه ونجم تدلى قاب قوسين ملهما. وما الشعر إلا نسغ سهم وقوسه ونجم تدلى قاب قوسين ملهما. أعرنا من الأشعار شهدا وزهره ونحلا بطهر السالكين تيمما. أعرنا من الأشعار مجددا شهداً. أعرنا من الأشعار شهدا وزهره ونحلا بطهر السالكين تيمما، وبيتا من الشعر العصي رويه توضأ بالمعنى وللبوح أحرما. فقيرا إلى مولاه فاض اشتياقه فسدد نحو العرش قصدا ويمما. فقيرا إلى مولاه فاض اشتياقه فسدد نحو العرش قصدا ويمما. لئن تحتضن بالحب روحا كليمة ستلقى بجوف الروح كنزا ومنجما. فمن ضاقت الدنيا بواسع حلمه سيرفع للآفاق بالصبر سلما. ومن طلب العلم الكريم سعى له، ومن طلب الحلم الجميل تحلما. ومن ذاق بالطاعات حلو تودد ستلقاه من ريح الجنان تنسما. ومن ذاق بالطاعات حلو تودد ستلقاه من ريح الجنان تنسما. أعرنا غبوقا يبترد منه جوفنا وغيثا هتونا يبرئ الروح إنهما. أعرنا مجددا أعرنا غبوقا يبترد منه جوفنا وغيثا هتونا يبرئ الروح إنهما. فإنا إذا ما الشعر طابت سقاته روينا وكنا خير من رطب الفما. الله. أعرنا فسهم السحر ما زال رائشا رميت ولكن كان ربك من رمى. رميت ولكن كان ربك من رمى، نص عالي جدا يستحق الصوت العالي أيضا. هذه المرة سنقبلها
وتشفع لك جمالية هذه القصيدة. في القصيدة التالية علينا أن نرفع صوتنا قليلا، اتفقنا على ذلك؟ إن شاء الله. تمام، لا بأس. الآن إلى أوجه الشعر من وجهة نظر الشاعر رفاهل منجد، حدثينا عن هذه الأوجه انطلاقا من رؤيتك الخاصة، تفضل. يعني الشعر، يعني أستطيع أن أقول أنه وجهان فقط، ليس يعني وجوه كثيرة، هما وجهان كالعملة تماما. نعم. وجه خير ووجه سيء. طبعا الوجه الخير هو الذي لديه رسالة، لديه يعني فكر يقدمه بين يدي القصيدة، أما الوجه الآخر فهو مجرد عبث، أو أحياناً بعض الناس يعني يستعيرون من القرآن ومن السنة أشياء تخرجهم من الملة يعني أحياناً. نعم. فأنا برأيي طبعاً الوجه الخير هو الذي يعني يتحرى أن يكون ملتزماً، سواء دينياً وسياسياً ويعني أدبياً بشكل عام، بما يفيد وما يكون جميلا بنفس الوقت. نعم. يعني ليس بالضرورة التجاوز أن يكون هو أجمل، بعض الناس يعتقدون هذا. أحسنت. أنهم إذا تجاوزوا في الشعر فهم يعني يأتون بما هو جديد وغير مطروق، لكن برأيي أنه تفكير خاطئ، وأن بالعكس هناك يعني لغتنا البحر. نعم. بحر نستطيع يعني أن نستخرج منه كل الدرر ولا تنفذ. أحسنت. سنذهب الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، من خلالها نتعرف على شاعر آخر ونستمع إلى قصيدته ونشاهده وهو يلقيها، ما رأيك؟ تمام. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة لهذا الشاعر، ومن ثم نواصل ما تبقى من هذه الحلقة، ابقوا معنا. قبل أيام في اسطنبول بادرتني امرأة أجنبية. Can you help me find the way؟ هل يمكنك مساعدتي في العثور على الطريق؟ بالطبع، يمكنك التوجه من هنا ثم اليمين، إذا بك الدرب ثنى، سيري قليلا ثم بائع أنجم للتائهين، وقد يبيعك موطنا. وإذا أردت على يسار محله كشك يوفر كل أنواع المنى، سترين ميتا فيه ينشد شعره لبلاده، لا تفزعي هذا أنا. ما أغدر الطرقات، قلت وليتنا عنها نكف ولا نجرب حظنا. ما أغدر الطرقات، قلت وليتنا عنها نكف ولا نجرب حظنا، لكنها جبلت على أوجاعها والخوض فيما لا تطيق نفوسنا، لنعيش في هذه الوضيعة برهة نرضي الطغاة بما ينافي ديننا. أما الذي يبكي علينا حرقة بعناه كي نشري به من باعنا، يا بنت عم الهادمين بفكرهم أخلاقنا وبغيره أوطاننا، قد لا يستطيع الند منا شعرة ولأجل عين قد نريق دماءنا. يا بنت عم الهادمين بفكرهم أخلاقنا وبغيره أوطاننا، لا يستطيع الند منا شعرة ولأجل عين قد نريق دماءنا، نمشي بغير هدى، وأية غاية تلك التي بعد الذي ترضى بنا؟ من أجل معرفة الطريق، من أجلها والله ثم والله ندفع عمرنا. نحن القساة الطيبون المولعون بكل ما نسعى له ويصدنا، فينا اندفاع دائم وتشوق لجميع ما لم يقسم الله لنا. لو أن ما نحظى به من أنعم صناه بالحمد القليل لصاننا، ومفرقون عدا الجميع كأنه لا ينزغ الشيطان إلا بيننا، ومفرقون عدا الجميع كأنه لا ينزغ الشيطان إلا بيننا. لم يأكل الأعداء إرث جدودنا، لم يأكلوا، نحن لأكلنا بعضنا.
هل تعرفين الشام؟ قولي لا إذا ما ارتبت، إن الشام تعذر جهلنا، هي من جنان الخلد، عز آدما بنزولها فوق الصحاري ربنا، وتحبنا ونحبها، يا ويلها من حبنا من حبها، يا ويلنا هي أدلك، قد أطلت وأنت قد أخرت، يمكنك التوجه من هنا، سيري ولا تصلي، سيري ولا تصلي، فما بعد الهدى للشيء إلا موته أو موتنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد رفقة الشاعرة السورية الأستاذة رفاه المنجد. أهلا بك أستاذة رفاه مرة أخرى. قبل الأسئلة وقبل النقاش، إلى الشعر من جديد، تفضل. طيف وصال، تفضل. يعاندني النسيان لكن أخاتله، وأنا لمثلي في النوى ما يحاوله، أهيم بطرف ظالم يا لصده، ودمع الهوى في القلب ينهل وابله. أهيم بطرف ظالم يا لصده، ودمع الهوى في القلب ينهل وابله، أحاول ما استطعت السلو وأنثني، ولكن على المفتون ضاقت وسائله. يباعد شوقي بين جفني ونومه، وطيف وصال في المنام يغازله، يسامر هذا الليل دمعي ووحدتي، ويقطع خلي والحنايا تواصله. أفاديه روحي والحشاشة والنهى، وعيني إن تأتي الغداة رسائله، وأكتم ما في الصدر من لوعة الجوى، لتخمد نار أشعلتها غوائله. وأكتم ما في الصدر من لوعة الجوى، لتخمد نار أشعلتها غوائله، فإن يحفظ الود القديم نوده، وإن زاغ زاغت من يدي شمائله. وما كان لي عتبى على طول هجره، وما كنت عن أسباب صدي أسائله، فما البر إلا أن يعود لخله معافا، وخير البر يا خل عاجله. وخير البر يا خل عاجله. أحسنت بتضمين هذا الأثر الجميل في هذه الأبيات الجميلة جدا. وبالعودة إلى فكرة الشعر أستاذ رفاه، يعني في هذا الزمن وهيمنة وسائل التواصل وكثرة الشعراء الرجال، كيف للأديبة أو الشاعرة أن تثبت نفسها، خصوصاً وأننا مجتمعات محافظة، كيف لها أن تحافظ على فكرة الأخلاق وبنفس الوقت تقدم القصيدة العالية دون أن تنحدر بمستواها الأخلاقي أو تربيتها أو كيف يمكن المحافظة على هذين الخطين دون قطع أحدهما؟ هو طبعاً الأصل يعني في الشاعرة هي يعني بحسب شخصيتها، سواء كانت شاعرة أو لا، كل إنسان له خط يعني يسير عليه. فالشاعرة حين تريد أن تثبت نفسها عليها أن تعتني بشعرها أولاً، وثانياً أن تلتفت طبعاً لموضوع الأخلاق، لأنه يعني كما قلت يعني كثر الغث يعني في في الوسائل التواصل بالذات، يعني يعني نكاد لا نرى لنا مكانا، يعني لذلك نحن نشكر مثل هذه الفرصة التي أتحتموها في قناة الرافدين للشعراء والشعر، لكي نستطيع طبعا أن نقدم أنفسنا على أننا نحن يعني الوجه الجيد للشعر. لكن أنت مع فكرة أن الأخلاق لا يمكن لها أن تكون عقبة في طريق الشاعرة الراقية التي تبحث عن نفسها؟ لا طبعاً. الشاعرة القوية، لا الأخلاق طبعاً. ليست عقبة هنا. لا طبعا، أنا أستطيع أن أحتفظ بأخلاقي وديني واحترامي لنفسي، وأن أتلو ما شئت من شعر، حتى الغزل، يعني هناك كما الرجال يقرؤون الغزل ويكتبونه وينشرونه، يعني لا فرق. هناك من يقول إن كثير من المهتمين أو من يبدو أنهم مهتمون مثلاً بشاعرة معينة، أنهم ربما يجاملونها لشكلها لأمور معينة غير الشعر، لكن هناك أيضاً من يرون
أن الشاعرة الحقيقية بإمكانها أن تحافظ على فكرة الأخلاق، على فكرة التزامها، وأن تقدم القصيدة العالية، وأن تفرض على جمهورها الاحترام والتقدير. طبعا هذا الشيء مؤكد، يعني هناك طبعا تجاوزات، وهناك يعني مبالغات حتى، ويعني كما قلت يعني، لكن الخير موجود. طبعا يعني كما قلت الوجه الخير موجود والسيء موجود، و يعني ما على الإنسان إلا أن يمحص ويبحث، يعني والبقاء لمن؟ البقاء للصحيح، يعني للأجود، لمن يحمل رسالة ويحمل أخلاق عالية طبعا. أما الغثاء فيذهب جفاء. عن رسالتك الشخصية من وراء الشعر، لك أن تصرحي بها؟ صراحة يعني أنا طبعا ككل الشعراء عشقت الشعر منذ نعومة أظفاري، ولكن ما كنت أفكر يعني يوما أن أكون شاعرة، لكني كمهتمة في الشعر كنت أقرأ، ولاحظت كنت أقرأ للشاعر نزار قباني. نعم. فلاحظت أنه يتكلم كثيرا عن لسان الأنثى في شعره، في عدة قصائد يعني، حتى ربما كان يتقمص الديوان كامل. نعم. فقلت يعني هل عجزت الأنثى على أن تكون شاعرة؟ هل عقمت الأرحام أن تنجب شاعرة حتى يتحدث الرجال بلسانها؟ يعني لماذا لا أكون أنا شاعرة طالما أنا أحب الشعر؟ سأبحث. لأن دفعتك الغيرة على بنات جنسك لأن تبحثي عن الشاعرة في ذاتك. ربما هذا الأمر مسني يعني من الداخل أنا. نعم. شخصيا ليس من أجل بنات جنسي، وإنما شعرت أنه شيء واجب علي، وأن رسالة. نعم. خلقت من أجلها. حسنت. فبحثت ودرست وعلمت نفسي بنفسي، أنا لم أدرس الشعر. وكتبتي. ودرسته بنفسي، وحاولت في البداية، تعثرت طبعا. نعم. كأي مبتدئ، كأي علم يدرج الإنسان فيه حتى يبلغه ويمتلك أدواته. إلى صحيح. أن وجدت نفسي متمكنة، بدأت أنشر على الفيسبوك، وجدت أن هناك إقبال. نعم. يعني على ما أكتب، فأعطاني هذا طبعا ثقة في نفسي، وجعلني. جميل. أشعر بأن علي أن أطور نفسي باستمرار، لا يجب. حسنت. أن أتوقف. متى ما توقف الشعر وظن أنه وصل فقد هوى يعني. هذه فكرة رفاه لمنجد من وراء يعني قربها بالقصيدة، أو كيف يعني احتكت بهذا المجال وكانت ما هي عليه الآن؟ هذه الثقة التي تتحدثين عنها للجمهور أن يحكم عليها من خلال قراءتك للقصيدة التالية. تفضلي اقرأي علينا ما تحبين الآن من القصائد المتوفرة بين يديك. تفضلي أستاذة رفع، نحن نسمع. إلهام شعري زارني بالأمس، كف الدموع لكي يطيب نفسي، قلت القلوب كليمة في موطني والعين تبكي، قال ذلك حدسي. لن ترحل الأوطان عن تلك الربا، أو ينتهي تاج بذاك الرأس، إن الكريم مكفل بسقوطه، تلك الحقيقة ما بها من لبس. إن الكريم، مجددا، إن الكريم مكفل بسقوطه، تلك الحقيقة ما بها من لبس. قلت العليل يراعه لا يرتجى، هل يبرئ الأسقام بعض الجس؟ قال اسكبي حلو المدامة وارتجي، أملا يحاكيه شعاع الشمس، وتعاهدي بالحب كل منغص، سدي منافذ جوره واليأس. وتعاهدي بالحب كل منغص، سدي منافذ جوره واليأس، فكي وثاق الحرف من مكنونه، ليذيب قلب الحالمين بلمسي، أهدى إلي وشاح نور ملهم، مستنهضا في القلب مرهف حسي، مسح الجبين وعاد أدراجا، وقد ملكت زمام الروح بهجة عرسي. ماذا سيقطف زهرة برية؟ قرأتها. جميل. هذه القصيدة التالية نريدها منك الآن قبل السؤال الذي سأوجه إليك، لك أن تقرأيها علينا الآن. قديمة يعني. لا بأس، تفضلي. بعنوان أنثى.
لعلها شاهدة على الشعر الأنثوي بدل التي وهذا ما دفعني إلى طلبها منك. تفضل نحن نسمع. قمر تبدى عاليا في الناس، أنثى تعطر في رياض الآسي، اللحظ سهم لا مرد لسحره، والقد مال بعوده المياس، من مبسم الزهر الرطيب أخالني، والشعر سكب صفه من كاسي، طيف خيال قد ولدت مع الندى، أغرودة سرقت من الأعراس. طيف خيال قد ولدت مع الندى، أغرودة سرقت من الأعراس، من لؤلؤ صيغت عيون مفاتني، كعروس بحر بالرفاه تؤاسي، وكعاشق قلبي يميل تعللا، وتفيض آهاتي مع الأنفاس، والروح تفرش جفنها من صبوة، تدعو الإله بدافق الإحساس. من ذا الذي لا يرتضي مثلي أنا، حورية من أعرق الأجناس؟ من ذا سيقطف زهرة برية؟ جميل. جذري بأعماق الهدى وأساسي، قلب يلملم عطر زهر نازف، شهدا يراق لطاعم أو حاسي، شيدت قصرا فارها من عوسج، يطفو على قزح من الأقواس، وكطيف أحلام عبرت سياجه، وفررت هاربة من الحراس، ضيعت دربي في متاهات المنى. ضيعت دربي في متاهات المنى، وسراب حلمي عاد بالإفلاس. سراب هذا الحلم لا يمكن أن يعود بالإفلاس، وإنما يعود بالكثير من الإحساس، بالكثير من الجمال. متى كتبت هذه القصيدة تقريبا؟ والله في 2013، يعني قبل حوالي 10 سنوات. تقريبا 9 سنوات. نعم. قصيدة قديمة جدا. قديمة. وهي منشورة كذلك. منشورة طبعا على الفيسبوك في أكثر من موضع. جميل جدا. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة يعني وقوع الحافر على الحافر، أو يعني تأثر الشعراء ببعضهم، هل أنت مع فكرة أن الشاعر قد يتأثر بقصيدة لشاعرة، أم أن الشاعرة فقط هي التي تتأثر بقصيدة لشاعر؟ هذه طبعاً المسألة طبعاً ربما تستحق أن يعني نقف عندها طبعاً قليلاً. نتأثر ببعض كلانا، يعني الشاعر والشاعرة يتأثرون ببعض، يتأثران ببعض. يعني أنا ربما لعدة سنوات كنت على الفيسبوك مسؤولة السجالات في أكثر من مجموعة. نعم. من المجموعات الشعرية، فكنت أطرح أنا أبيات السجال، والكثير من الشعراء كانوا يتفاعلون بشكل غير طبيعي، يعني نعم. ربما آلاف أبيات الشعر كتبت في تلك السجالات، وكنت أنا التي أكتبها. الآن قد يقول لك قائل التفاعل شيء والتأثر شيء، تفاعل الشاعر يعني ببيت تكتبينه فينحت على أساسه ومنواله هذا شيء، لكن التأثر بمعنى يعني مثلا أن يقتبس بعض الجمل، بعض التراكيب، بعض الأساليب، هل يمكن للشاعر أن يتأثر بشاعرة؟ بالتأكيد. أنا أتساءل ولا نعم. أتهكم، إنما أتساءل. نعم. تفضل. ربما يستطيع طبعا الشاعر يتأثر، لأن عظيم. يعني الشاعرة هي شاعرة، يعني حسنت. أنت لماذا تسمع لها أو تقرأ لها إذا لم تكن مقتنعا بأنها شاعرة وتستحق أن تهتم بحرفها وتتابعه وتتأثر به؟ يعني هذا الأمر يعني ربما يعني من يفكرون بهذه الطريقة لديهم بعض العنصرية ضد النساء، يعني هكذا أتوقع. يعني وإلا ما الفرق؟ يعني أنا أتأثر بشعر الرجال، وعلى الرجال أن يتأثروا بشعري أيضا. جميل جدا. ليس بشعري فقط، أكيد بشعر كل الشاعرات. قبل أن نخرج إلى فاصل، كبيرة يعني يقول أحدهم فكرة أن الشاعر رجل لا تقيده هذه الفكرة، وكذلك الأمر ينسحب وينطبق على الشاعرة الأنثى. أنت مع هذا الطرح أم أن لك رأي مختلف؟ عن أي فكرة تتحدث؟ يعني فكرة أن الشاعر رجل، هذه الفكرة لا تقيده، وكذلك فكرة أن الشاعرة أنثى لا تقيدها هذه الفكرة. لا طبعاً لا تقيدها. يعني لماذا تقيدها؟ أنا لا أرى في ذلك يعني أي قيود. قيود لا.
لا توجد قيود، بالعكس يعني الشعر يعني هو مساحة للحرية، مساحة للحرية، فضاء. وهو يعني شيء راقي، ليس شيء مبتذل لكي نفكر بأسلوب أنه يقيد أو لا يقيد. حسنتي. يعني أنا مهما كنت إنسانة ملتزمة ومتدينة ولدي أخلاق ولدي، يعني هذا لا يمنعني أن أكون شاعرة. نحن نعيش حياتنا بالشعر. طبعاً الشعر حياة، الشعر حياة. أنا بالفعل يعني ربما كنت أعيش سنين من الكآبة قبل أن أبدأ بكتابة الشعر. عندما بدأت في الكتابة شعرت أني أخرجت كل الكآبة التي في صدري وتحسنت أحوالي النفسية جداً. الشعر دواء، علاج، راحة نفسية، سعادة. تماماً كما تفضلت أستاذ رفاء، الحديث متواصل وكذلك القصائد مستمرة. تمام. ولن يتوقف هذا الصوت النابض بالحرية والأمل والسعادة والحياة. بعد الفاصل سنعود مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين متابعي برنامج بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعرة السورية الأستاذة رفاه لمنجد. حيا الله أستاذة رفاه مرة أخرى. أراك منشغلة بالأوراق، جاهزة بقصيدة جديدة قبل أن نذهب إلى نقاش مختلف؟ نعم. إلى القصيدة تفضل. غاية المعنى. أنا أول الساقين بحر التيه، أنا آخر الغرقى بما يمليه، أنا أكثر الراضين سوء فعاله، أنا عزم من يشقى بما يجنيه، أنا دفة الباغين شق عبابه، وبقية من سر ما يرويه، أنا أبلغ الجاثين تحت سمائه، وفصاحة المغزى وما يعنيه، ومنارة سمقت تطاول إثمه، وجميع ما ترجوه أن تأتيه، أنا كذبة الواشين ساعة صمته، أنا مضغة من أمه وأبيه، أنا غاية المعنى ورمز وضوحه، وأناقة الحرف الذي يبنيه، أنا لحن كل بحوره وسفينه، وقلادة من در ما يحويه، وقصيدة منسية من سفره حتى يرتلني أمام بنيه، جمعت ما في قاعه من لؤلؤ فمتى يرتلني أمام بنيه. جمعت ما في قاعه من لؤلؤ فمتى يرتلني أمام بنيه. قد يقول عروضي مشاكس مشاغب، لماذا قبضت حرف الروي ولم تطلقي القافية في النهاية؟ لماذا حبست الهاء بالسكون ولم تطلقيها بالكسرة الممتدة؟ هكذا شعرت بها، يعني بحثت ووجدت أن الوزن صحيح سليم ما ليس فيه شيء، يعني اعتمدتها هكذا. إلى زلزال قلب ألا؟ هذه أيضا قديمة جدا. لا بس. هذه أقدم، يعني عمرها هذه 12 سنة مثلا. طبعا لا أقل، أيضا 2013. نعم. رباه هذا القلب. زلزال قلب. تفضل. هذا الهوى رباه زلزل أضلعي، وأباح إثمي واستباح تورعي، وأنا التي في الزهد كان مؤملي، ما كان لي في الحب أدنى مطمعي. وأنا التي في الزهد كان مؤملي، ما كان لي في الحب أدنى مطمعي، هامت به روحي برغم تنسكي، سلمت قلبي بعد طول تمنعي، وعلى الجوى صارت تقلب آهتي،
شوق يحرقني يؤرق مضجعي. أوصدت بابي حين جاء يدقه. بت الليالي لم يبت قلبي معي. لما دعاني للوصال منعته. عاندت أشواقي كتمت توجعي. أخفيت خفق الروح بين جوانحي ومنعت عابثة تدفق أدمعي. كم قلت إني لن أعاقر اسمه ورجعت أسأل أين ذاك المدعي. ضاعت البقية. ورجعت أسأل أين ذاك المدعي، ربما السؤال لي الآن وليس لك أو لأبياتك. أستاذ رفاه، إذا ما أردنا أن نتحدث الآن بشكل مختلف وترسلين، طلبنا منك أن ترسلي إجابات أو أسئلة أو إجابات مع أسئلة على شكل رسائل منك موجهة إلى أشخاص مجهولين لكنهم معروفون لديك. الآن رسالة منك إلى شاعرة ما، ماذا تقولين لها؟ بما تنصحينه؟ ما هي رسالتك من أجلها أو الموجهة لها؟ تفضل. يعني ليس هناك شاعر بعينها، ولكن أحب أن أوجه يعني للشاعرات عموما وأقول لهن أنتن ملكات، فحافظنا على هذا التاج. كلهن ما شاء الله. حافظنا على تاج الوقار والأخلاق والعفة، هذا أهم شيء بالنسبة للشاعرة وللمرأة عموما. يعني فالشاعرة إذا ملكت هذه الأشياء إضافة إلى الشعر فهي ملكة. الآن يخلدها رسالة التاريخ. نعم. يخلدها التاريخ. نعم. الآن رسالة إلى رفاه المنجد بعد 10 سنوات، ماذا تقولين لها؟ إذا أحيانا الله بعد 10 سنوات إن شاء الله، نسأل الله أن يمنحك العمر المدي. يعني أقول لها فعلت ما يجب أن تفعليه، استمري في التطور لا تتوقفي حتى النفس الأخير، كوني كما يحب الله ويرضى. كوني كما يحب الله ويرضى. الرسائل مستمرة ولم تنتهي بعد، وكذلك القصائد. قبل أن نواصل بالرسائل نواصل بالشعر. تفضلي. ما زلت مثخنة بالعصف والأرق. ما زلت من جديد. ما زلت مثخنة بالعصف والأرق من أول الغيث حتى آخر الرمق. كفي سناك عن الأرجاء وانحسري يا قبلة الحسن والأشعار والألق. هامت بسحرك أنظار وأفئدة وغاصت الغيد في بحر من الحنق. لا شيء يشبه ترنيمات عاشقة إلا النسائم تزجي ضوعة الحبق. هزي إليك غصون البوح وانهمري كمزنة أسرفت بالسكب والغدق. إما بأرضك بات الماء محتبسا من ذا سيملأ كأس القلب والحدق. لا تنظر الحب في صحراء ظامئة فأجمل الحب ما أفضى إلى الغرق. لا تنظر الحب في صحراء ظامئة فأجمل الحب ما أفضى إلى الغرق. فأجمل الحب ما أفضى إلى الغرق. أحسنتي أستاذة رفاه. رسالتك إلى قصيدة جفون، قصيدة لا تزال متمنعة، ماذا تقولي؟ هو كثيرا ما تتمنع القصائد، يعني يعني أنا لا أستجديها حقيقة، لا أستجديها. حبت أن تأتي فيا مرحبا وأحتفي بها كل احتفاء. من منكما يرحل خلف الآخر أو يسير في إثره؟ يعني حين تأتي أستقبلها، لكن أنا لا أسير خلفها ولا أبحث عنها. أنت لا تنادين الشعر، وإنما هو من يناديك. نعم، حين يأتي الإلهام أشعر به فأهرع إلى الورقة والقلم وأكتب كل ما يخطر في بالي، وإن كان يعني
غير موزون أو فقط حسنت. أدون الفكرة حتى لا أنساها لأنها تنسى بسرعة، يعني غالبا ما تنسى. عن فكرة الزهد، وهنا لا أتحدث عن الزهد كقيمة نبيلة وإنما التقصير، يعني حتى أكون أكثر دقة، تقصير الكثير ممن يعني يحاولون أن يعني يصنعوا نموذجهم الشعري الخاص بهم، فنجدهم كثيرا يعزفون عن القراءة، عن التعلم، أن أخذ المعلومة السوية السليمة الصحيحة من منابعها واستقائها من منابعها السليمة. كذلك نجد الكثير ممن ربما يكتبون ويظنون الشعر فقط وزنا وقافية، وربما يعني يتجاهلون اللغة والإملاء وقواعد وشروط النحو وما إلى ذلك من تفاصيل وأدوات هذا العلم. رسالة إلى أمثال أولئك، نصيحة من شفوقة محبة طبعاً، من امرأة مثلا تعبت كثيرا على ذاتها، وهذا ما قلته وتفضلت به في بداية هذه الحلقة. تعبت رسالة لهؤلاء. ما زلت يعني في يعني لا أعتبر نفسي وصلت، يعني ما زلت على الطريق. حسنت، جميل. والبحث دائم والتعلم دائم، وهذا ما أنصح به يعني. لا إلى المتسرعين ماذا تقول؟ لا 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 تظنوا يعني أنكم ستصلون. أصلاً الشعر جماله في الطريق وأنت ذاهب إلى القمة التي تبحث عنها وتتجه إليها، الطريق إليها هو المتعة وهو السعادة وليس الوصول. في الوصول نهاية، انتهي الشاعر. جمال الشعر في أن نغذى السير ونواصل. نعم، نواصل ونتعلم على طول الطريق، نحن نتعلم. ومن يحاولون الاستعجال بأن يعني يتقنوا مثلا الأوزان على حساب اللغة، أو كانوا متقنين للغة فيكتبون النثر ويسمونه شعرا، فيعني أقول لهم لا تستعجلوا، خذوا وقتكم وتعلموا. أنا لم أكن يعني لم أخلق شاعرة منذ أن ولدت. حسنتي. تعلمت حين أحببت الشعر وأتمنيت أن أكون شاعرة يوما ما، قلت ولم لا؟ هل هو الشعر يعني يخلق مع الإنسان؟ لا، هو علم كأي علم. طبعا الموهبة لابد هي موجودة، خلقها الله فينا ورسالة حملها لنا، وعلينا أن يعني نعتني بهذه الأمانة بأن نتقنها، لأن تكون يعني شيء المهم يعني أن نصل وخلص، أن نحسن أن يعني نحسن إليها. نعم، أن نقدمها على أكمل وجه، لا نستعجل قطف الثمرة. نعم، لا نستعجل. أحسنت. لابد يعني أن نأخذ وقتنا ونعطيه، نعطي الشعر جدا وقته لكي يختمر. جميل. طيب، على سيرة موضوع أنت طرحته وفتحته قبل قليل، موضوع النثر ومن يظنونه شعرا إلى آخره، هذه القضية هل ترين أنها ذات فائدة وممكن أن يكون منها طائل ومرجى وفائدة إلى آخره؟ الحديث الكثير في هذا الموضوع. يعني لا طبعا، الجدال الكثير يعني يفسد للود قضايا. نعم. يعني أتمنى يعني أن يكون هناك خطاب يعني تصالحي. نعم. بين كل وربما يعني يغر القلوب ويزيدها يعني سوداوية ولا يفضي إلى نتيجة. نعم. ويزيد الشرخ واتساع الفوارق للأسف. يعني نحن لا خلق نحن يعني لسنا ضد النثر. النثر هو فن أدبي راقي جدا، لا نقلل من شأنه، ولكنه صحيح. ليس شعرا في النهاية، يعني لا نضحك على أنفسنا. النثر نثر والشعر شعر، هذا له اسم وهذا له اسم. حتى وإن استبطن الشعرية واستظهرها وإن يبقى نثرا. طبعا طبعا يبقى نثرا. حتى شعر التفعيلة يعني أنا أتحفظ عليه، طبعا هو شعر قائم بذاته وله مريدوه ومحبوه، وأحترم يعني كل من يكتبه، لكن أنا شخصياً لا أكتبه. أنت صدامية أستاذة رب. لا، على العكس، أنا متصالحة مع الجميع. لا تعتبرين التفعيلة الابن الشرعي للخليل؟ لعلها الابن. لا تعتبرين التفعيلة جزء مما درج عليه الخليل وأسس له وقعد له من علم؟ ألا يمكن اعتبارها ربما سمكة مصطادة من بحر الخليل؟ يعني ربما كونها يعني تعتمد ربما، ولكنها غنيمة لا ترقى. لا ترقى، لا ترقى، هذا موضوع آخر. ترقى لا. أو لا ترقى هذا لا. موضوع آخر مش موضوعنا. لا. لكن التفعيلة تلتزم شروط الخليل وتلتزم البحور الشعبية. نعم.
ولها قواعد يعني ربما كانت أصعب بالمناسبة من الشعر العمودي، لها قواعد وشروط. ربما أنا أقول لك يعني نعم. جربت أن أكتب ولم أفلح وبذلك يعني بس. لم أقتنع بشعر التفعيلة، وجدت نفسي في الشعر العمودي. وهناك ممن يكتب العمود قال أو رجح فكرة وفرضية واحتمالية أن من يكتبون النثر جربوا أن يكتبوا العمود فلم يفلحوا وزعموا أن النثر شعر. إلى قصيدة جديدة بعيدة عن هذا الحديث الإشكالي الذي يعني أردنا أن نتحدث به فقط حتى نثبت فكرة تفضلت بها أن مثل هذه الأحاديث الخلافية لا تزيد الساحة إلا مزيد من التلوث الفكري ولا تقود إلى تصالح ولا تؤسس إلى حضارة حقيقية أو يعني ثقافة راقية. إلى القصيدة الجديدة، تفضل يا أستاذ رفع. تفضل. سديم الروح. نعم. أهلت تواسي في المصاب البشائر، ودارت على المرتاب تترى الدوائر، وتنهيدة الملتاع جازت إلى السماء، كأن سديم الأرض في الروح سائر، تود من الله الرضا في ثبوتها، إذا رف جنح أو تلكأ حائر، وتشتاق معراجا لها نحو عرشه، وتسأل لطفا ما حوته المصائر، إذا زفت الروح المعنى شهيقها، فذاك مثار الجرح والجرح غائر. إذا زفت الروح المعنى شهيقها فذاك مثار الروح فذاك مثار الجرح والجرح غائر. يا الله. وإن عافت الدنيا وبان رحيلها فذاك جناه البعد والبعد جائر. وما لوثة المشتاق إلا تتيم يفت الحنايا لا تراه الضمائر. وما لوثة المشتاق إلا تتيم يفت الحنايا لا تراه الضمائر. ولا يردع الأشواق إلا مواصل ولا يقطع المشتاق إلا الزوائر. يا الله. يقولون ما بال السجينات في الهوى ألا هل بغير الحب تسبى الحرائر. يقولون ما بال السجينات في الهوى ألا هل بغير الحب تسبى الحرائر. عظيم هذا البيت. يقولون ما بال السجينات في الهوى ألا هل بغير الحب تسبى الحرائر. فسل من طوت في غيبة الحب من لها سوى دمعة لم تقترفها الجرائر. وطف بالمواعيد التي ما ارتوت بها وعرج على عهد طوته الضفائر. فهل سوف تلقى في البرية عاشقا برته الرزايا أو قلته العشائر. أما كان في الوسع ارتشاف هنيهة تماهت بما لم تستبحه السرائر. لينجو ملتاع من الهم والردى وتنسل من كف العناء الشعائر. يا الله. إلى الله قد آن الأوان ليلتجي وتشهق من دمع المتاب المنائر. وهذا سديم الروح يهطل غيثه فيهدأ قلب بالتشوق فائر. فيهدأ قلب بتشوق فائر. هدأ الله هذا القلب وارزقه صلاح الدنيا وجنة الآخرة. وكل المشاهدين الأفاضل والمستمعين والمحبين لفضافوك أستاذة رفاه لمنجد الشاعرة السورية. يعني في ختام هذه الحلقة ظل أن نقول إن الشعر رسالة، وأنت ماذا تقولين؟ الشعر رسالة وأمانة، علينا أن يعني نقدر هذه الأمانة، ويعني بما أن رضينا وقبلنا أن نحملها علينا أن نكون أهلا لها. فعلينا أن نكون أهلا لها. سعدت بك في هذه الحلقة من بيت القصيد. وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تقولين؟ أقول طبعا أشكر هذه الدعوة الكريمة. شكرا وشكرا لك شخصيا أستاذ مصطفى، وشكرا لقناة الرافدين كثيرا على هذه الفرصة الرائعة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنية، دائما كونوا في شعر وسعادة، كونوا بخير. إلى اللقاء.